الدعم الكبير جدا اللي احنا بناخده في مجال الرياضي والاستضافات الكتيره جدا اللي موجوده، وعلاقه مصر كقوه ناعمه في الرياضه مع يعني المجتمع الدولي الخارجي، ويعني وما يحدث من يعني دفع قوي من القياده السياسيه واهتمامه بالرياضه والمنشات، في الحقيقه ليه اثره كبير جدا. اختيار مصر ان احنا ننظم الاجتماع الدولي او الاجتماع للوادة المنظمة الدولية للنشاطات، وايضا الرادو المنظمة الافريقية، واجتماعات المكتب التنفيذي واللجان التأسيسية، ده شيء يعني مهم جدا. كمان بنك كرئيس للوادة مش كتير بيخرجوا بره. شرف كبير لمصر طبعا استضافة اجتماعات المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، اللي بنسبة للعالم كله ان مصر بتسعى لرياضة نظيفة خالية من المنشطات، وهي دي اللي احنا الاساس اللي احنا بنربي عليه اولادنا وعلى الجيل اللي طالع والناشئ. النهارده كل دول العالم بتتابع هذا الحدث الكبير، وان شاء الله باذن الله هيبقى ليه مردود يعني مهم جدا على الرياضه المصريه وعلى مشاركه الرياضيين المصريين في كل المحافل الدوليه، سواء بطولات دوليه او بطولات عالميه او دوره اولمبيه. الحمد لله النهارده كلنا كمصريين فخورين بالتنظيم الممتاز للحدث الكبير ده. اول مره الوادة بتعمل اجتماعها في مصر، وده يعني للرياضيين، فعارفين ان ده شرف كبير جدا ان هي بتخرج وبتيجي مصر كدولة من المتفوقين رياضيا دلوقتي وبتعمل اجتماعاتها عندنا. طبعا حدث زي ده حدث جميل، بيعمل رد فعل كويس قوي كمان عند كل الرياضيين، بيفهموا يعني ايه منشطات، ايه الممنوع وايه اللي ممكن ياخدوه، لان يمكن المنشطات سببت ان احنا خسرنا ميداليات عالميه واولمبيه من خلال مثلا لعبه زي رفع الاثقال، بس كذا ميداليه كنا مرشحين ليها خسرناها في الاولمبيات الاخيره، فطبعا دي بالنسبه لنا كانت حاجه محزنه جدا. بالنسبه للباسكت برضه نفس الوضع، يمكن كان عندي لعيب منتخب ومن خلال الدوري المحلي اتاخد منه عينه طلعت ايجابيه وتم ايقافه سنتين، ودي حاجه برضه خسرتنا كتير، فدي حاجه مهمه جدا للوقت للرياضه واهتمام عالمي جدا ما يبقى في ارض مصر، دي حاجه مشرفه جدا لينا. الحدث ده مهم جدا لكل الرياضيين في مصر والاتحادات بالكامل عشان نحافظ على سلامه الاتحادات، وممنوع الاتحادات ما توقفش من الاتحادات الدوليه او من اللجنه الاولمبيه الدوليه بسبب عدم معلومه اللاعب او المدرب او الجهاز الفني او الاتحاد كرؤيه للمنشطات وكيفيه علاجها وازاي ان احنا نتفاداها عشان خاطر ما نقعش نفسنا في مشكله، لان اي لاعب عندنا النهارده بيبقى مصنف وبيحصل على اي مركز من الاربعه الاوائل، بعد ما بياخد المركز مباشره بيتم يروح يتكشف عليه في المنشطات. المنظمات العالميه والدوليه تثق في مصر وتثق قد ايه مصر ملتزمه بالمعايير وبالمواثيق الدوليه بتاعتها، ودي حاجه كويسه جدا جدا لانها بتخلي مصر لها تواجد في كل المجالات طبقا لكل المواثيق الدوليه اللي موجوده فيها، كانت رياضيه او كانت غير رياضيه، ودي حاجه طبعا تدي قد ايه انعكاس قد ايه من مصر بلد الامن وبلد الامان، ان الناس دي تقدر تيجي هنا.